عصابة تعد الأقوى في عالم العصابات على مستوى العالم، تنافس العصابات الروسية والعصابات الأمريكية من حيث العدد وقوة السلاح. وصل عدد أفراد هذه العصابة إلى 150 ألف عضو، جاهزون لإثارة الفوضى والدماء في أي لحظة داخل المدن. الياكوزا منظمة إجرامية تحكمها العائلات اليابانية، لا تقتصر العصابات على الرجال، فهناك سيدات الياكوزا، عائلات تعمل في مجال وإدارة الأعمال، وعائلات أخرى تدير صالات القمار، وأخرى متخصصة بالمخدرات، وهناك من تخصص في تجارة الأسلحة الممنوعة حسب القانون الياباني. والويل كل الويل لمن يقف بوجه الياكوزا. عصابات الياكوزا وجه كوكب اليابان المرعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ديز وهر جديد. طبعا كالعادة اللي مو مشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات واديني لايك، اكتب لي تحت كومنت يشجعني اكمل. في البداية جانوس جورديز، لانكم عزيزين على قلبي. طبعا الراعي لهذه الحلقة هو متجر دايموند إست، الله يديهم العافية، قبل فترة وزعوا هدايا واليوم جايينكم بعرض خرافي لا يفوتكم. وما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله من قوتكم. في المرة اللي راحت جاء المتجر هذا مرة ثانية وقال لي اسمع ديز، نبغى نرعاك مرة ثانية، كيف؟ قلت له والله بتحت يدكم. قال والله اللي عندك ما يقصروا. في خلال كم ساعة مسحوا أم المتجر، ما شاء الله تبارك الله. المهم اليوم جايب لكم عرض لا يفوتكم. العرض من دايموند إست، طبعا اختلف الباكج وصار جلدي وفخم. طبعا هذا الباكج الأول عبارة عن ثلاثة عطور، عطر إليجنت وسكرت ودايموند. إليجنت صراحة أنا بالنسبة لي أكتر شيء عجبني، أكتر شيء خرفني هذا. يا أخي لو عندك مناسبة، عندك زواج، عندك اجتماع، شيء رسمي، ما لك إلا ذا العطر. من الآخر صدقني اللي حواليك كلهم بيطالعوا فيك وش ذا العطر، وش ذا العطر، لأنه يا أخي مركز وريحته مرة جيدة، في ريحة ليمون على تركيبة شرقية مرة خطيرة. والدايموند ينفع للجنسين لأنه كذا ريحة ناعمة رهيبة، ينفع للاجتماعات العائلية إذا عندك في البيت بتبخ منه، إذا رايح مشوار مع أصحابك، رايح في أي مكان، رايح مطعم. والسكرت ينفع للنساء، سكرت من اسمه صراحة مرة خطير. اللي ميز هذا الباكج إنه جاي بثلاث أنواع وثلاث روائح، يعني تقدر تأخذ الباكج طول عمر السلامة وتهدي نفسك الإليجنت وتهدي أمك دي أختك. صراحة جدا جدا فخم ولايق وتغليف مرة رهيب، والباكج علبة جلدية فخمة. طبعا كان قيمته ب 399 ريال، ودحين عليه عرض حصري ب 249 ريال بس. طبعا تيجي معاه هدية، الفواحة هذه تحط فيها شوية موية تعبيها وتحط بختين من العطر المفضل عندك وعيش يا معلم. مرة صراحة جيدة الفواحة، طبعا تيجي معاه مع المنتج هدية، وعندك كمان يجي مع المنتج طول عمر السلامة علبة عود مراكي، في 30 عود مراكي تولع العود. طبعا هذه معروف العلبة، المعروف لا يعرف، تولع العود حطه هنا في المبخر، تحطه في المكتب في البيت بشكل فخم وأنيق وبعيد عن الفحم والنار واللخبطة هذه، شيء فخم ويخلي ريحة الغرفة مرة جميلة، يذكرني طبعا دائما بالأعياد والمناسبات. وعندنا يا حبيب العرض الثاني اللي هو باكيج مكون من مسك الرمان ومسك بودر، وبرضه تيجي مع الهدايا اللي هي العود المراكي والفواحة، تهدي الهدية وانت مرتاح وضميرك مرتاح، تعرف انه شيء من جد يستاهل. طبعا هذا برضه كان ب 399 ريال، ودحين عرض حصري ب 249 ريال. بحط لكم رابط المتجر تحت عندي في صندوق الوصف، اللي بيطلب هدية ويبيض وجهه لا يقصر، الرابط تحت، تجانس جوردز، استمتعوا. اسف طولت في المقدمة لكن الأمانة يستاهلوا، ما طول عليكم اكثر من كده، ونقول بسم الله نبدا الهرجة. هرجتنا اليوم عن أخطر وأغنى عصابة في العالم. في البداية هم كانوا ناس عاديين وبيشتغلوا جزارين وباعا متجولين، يعني مهن عادية، فكانوا الناس بيتقرفوا منهم بيستنقصوهم لأبعد درجة، لدرجة أنه لو واحد منهم مر من جنب واحد وقال له صباح الخير ما يرد عليه. طبعا هو ما يقول صباح الخير، يقول أوهايو جوزايما، أوهايو، أوهايو جوزايما. إذا مر واحد من جنبه وقال لك صباح الخير يصفوه ولا كأنه تكلم، يعني ما في أقل من كده استحقار. بعدها تطور الموضوع فصاروا حتى ما يلمسوهم، حتى لو مر بالغلط من جنبك ممنوع انه يلمسك، لانه كانوا يتقززوا منهم ومعتبرينهم قاذورات ماشي على الارض. وصار الشعب يطالب انه يعزلوهم عن باقي الناس، وفعلا بدات السلطات ترسلهم عشان يعيشوا برا المدن، انتم مالكم عايش جوه المدن، الناس كلهم متقززين منكم، لو سمحتوا اطلعوا عيشوا برا المدن. طبعا هذا الكلام كله كان في القرن ال11 الميلادي. وفجاه اولاد هذه المهن اللي قال لك انهم قاذورات لقوا نفسهم في مجتمع مغلق ومعزولين عن باقي الناس بقوه القانون، مع انهم كانوا يبغوا يندمجوا مع المجتمع الياباني وكانوا يبغوا يعيشوا حياه طبيعيه زيهم، لكن للاسف ما لقوا ترحيب في اي مكان، اي مكان يروحوا او يزوروا ما في الا قانون يمسكهم ويرجعهم لمكانهم وعزلتهم. وعاشوا على هذا الحال سنوات من الذل والعزل، الين فاض بهم الحال قال خلاص هنا ستوب وقفوا، فقرروا انهم يلجأوا للجريمه، انه ما يعرفوا ايش غيرها، كانوا يبغوا يشتغلوا مع الناس ممنوع، طب نطلع لاي مكان نشم شويه هواء برضو ممنوع، طب نبغى نشتغل عشان نقدر ناكل ونشرب ونقدر نصرف على اهلنا ممنوع، انتم مالكم عيش برا منطقتكم زبد. وهذا الكلام كلام القانون.
فجاء جيل بعد الأجيال اللي انظلمت وما قدروا يتحملوا الوضع اللي هم فيه، فقرروا إنه ما يسكتوا ويغيروا وضعهم، وفعلا بدأوا يغيروا وضعهم لكن بالسوء، لأنهم قرروا يكونوا عصابة ويبدأوا بالسرقة والخطف والقتل وتهريب الأسلحة وكل أنواع الممنوعات. من هنا بدأ اسم عصابتهم يسمع في كل اليابان، وبدأت الناس تحسب لهم 1000 حساب. وبدل ما يكونوا معزولين بالقانون، دحين هم يبغوا يعزلوا نفسهم عشان يقدروا يباشروا أعمالهم الغير قانونية. ورغم إنهم كانوا عصابة ويسووا كل شيء سيء للناس، بس وقت الأزمات كانوا يفزعوا للناس ويساعدوهم. كانوا يساعدوا الناس لو جاتهم زلازل أو فيضانات. مرة من المرات أرسلوا المدينة منكوبة 70 شاحنة وكلها مليانة إعانة وأكل وشرب ودواء وكل شيء أساسي يحتاجوه. طيب دحين خلينا ندخل لدهاليز العصابة. عصابة الياكوزا أو الكاتاكانا هي عصابات يابانية مرعبة جدا، تتكون من عائلات كبيرة اسمها الكوما، واسم الكوما هذا بتتسمى فيه العشيرة الكبيرة، وتعتبر الأقوى في عالم العصابات على مستوى العالم. وأكثر شيء مشهور في هذه المنظمة إنه كل أعضائها لازم يكون عندهم وشم، ومو أي وشم، لازم تكون أوشام كبيرة، لأنها بتعبر عنهم عن انتمائهم للعصابة. يعني مثلا يصير زي رابط الدم، ويتباهوا بهذه الأوشام لأنهم يشوفوها إنها رمز لقوتهم. طبعا هذه الأوشام لها معنى ما يعرفه إلا أفراد العصابة. من القرن 17 صار لقب الياكوزا من نصيب الأشخاص المهمشين اللي كانوا جزارين يبيعوا اللحم واللي كانوا باعة متجولين، ووقتها دخلت معهم مجموعات كثيرة من باقي العصابات زي الهاتاموتو ياكو أو خدم الشاجون، ودخلوا معهم 500,000 محارب من الساموراي اللي انجبروا على البطالة في فترة السلام، فصاروا بعد كده من رونن أو المحاربين لكن من دون أسياد، وتحول بعضهم لقطاع طرق بينهبوا القرى والمدن الصغيرة وبيسووا نقطة تفتيش، أي واحد بيمر يفشخوه. بعض رجال ياكوزا يقولوا إنه إحنا ما خرجنا من الرونن، وبيشوفوا إنهم الماشي يامو، وهذا المصطلح اللي هو حق خدم المدينة اللي كانوا يحملوا السلاح عشان يدافعوا عن القرى وكل أهلها. وبسرعة تحول الماشي يامو لأبطال شعبيين عند سكان القرى بسبب الأعمال اللي سووها. طبعا هم أساميهم غريبة وكثيرة يدوب أنا أنطقها، الرونن والماشي يامو والشانجن والرامن، ما أدري إيش دخل الرامن في الموضوع، بس عموما لا تركزوا في أساميهم المعدوه هذه لأنه مرة صعبة، ركزوا في هرجتهم اللي يحسبوا إنها بتشبه أسطورة روبن هود. ولا يومك هذا الياكوزا بتشوف نفسها في دور البطل الشعبي الخارج عن القانون. بدأ نشاط الياكوزا أول شيء إنهم فتحوا محلات عشان يبيعوا فيها البضاعة المسروقة، وبعدها أنشأوا أماكن بشكل غير قانوني عشان القمار، وبعدها كملوا في طريقهم إلى أن وصلوا للسيطرة على كل الأنشطة الغير قانونية واللا أخلاقية في اليابان خاصة وفي كم دولة من دول العالم اللي حواليهم. لكن رغم توسعهم التجاري ومع الوقت زادت شهرتهم، كل هذا ما خلى الناس تنسى إنهم كانوا منبوذين، فقرروا إنهم هم اللي ينبذوا المجتمع هذه المرة، وقفلوا على نفسهم، وصارت العصابة هي الأسرة الجديدة للبعض، وزعيم العصابة هو الأب الروحي اللي يستحق كل الولاء، وممنوع يدخل بينهم أي شخص غريب، وإذا دخل يكون حالة استثنائية وبشروط. من شروطهم إنه ينسى كل حياته وعيلته اللي برا العصابة، يعني لا لك أصحاب ولا أخوان ولا أهل ولا عيلة برا العصابة، لو دخلت العصابة هي عيلتك بس، تنسى كل شيء برا تعلمته أو عرفته أو عشت معه، ولازم يلتزم بالولاء والانتماء للعصابة بس. وبعد ما يتأكد من ولاء العضو الجديد، هنا يسمحوا له إنه يسوي وشم في جسمه، ويسوي الوشم بالطريقة القديمة التقليدية كانوا يستخدموا فيها عصاية الخيزران، ويعتبر الوشم عندهم زي بطاقة الهوية، مو مسموح لهم أبدا إنهم يظهروا هذه الوشوم أي مكان عام، عشان كذا غالبا بتشوفهم لابسين ملابس أنيقة ورسمية وبدل وكرافتات وما نعرفه عشان تغطي كل جسمهم. لكن لو كان العصابة عندهم اجتماع، كل الأعضاء بيحضروا هم عريانين عشان يتأكد إنه كل الأشخاص الموجودين في الاجتماع من الياكوزا وموجود على جسمهم الوشم، وعشان كمان يتأكد إنه ما في أي أحد معاه جهاز تصنت أو أسلحة. الغريب في هذه العصابة إنه مو مجرد مجموعة أشخاص مجرمين وبلطجية، لا لا، هذه منظمة إجرامية وعندها قوانين مشددة بشكل مو طبيعي. أي شخص من هذه العصابة بيخالف هذه القوانين بيعذبوه بطريقة بشعة جدا. من قوانين هذه العصابة إنهم ما يتعرضوا أبدا للكتاكي، يعني ما يقدر يقتلوا المدنيين والناس العادية. طبعا هذا الكلام في الظروف العادية، لكن لو كنت كاكي وقفت قدامهم وتحديتهم، عينك ما بتشوف إلا شاشة سوداء وبعدها بتسمع صوت انتقل إلى رحمة الله. عشان كده اشتهرت عصابات الياكوزا انها قوية وما عندهم اي رحمة. من قوانين الياكوزا انه اذا اي واحد من اعضائها فشل في شيء معين او سوى اي خطأ بسيط ما يسامحوا ابدا، ويكون عقابه انه يقطع اصبع الخنصر من يده اليسار بنفسه، يجيب مقصة كده اي حاجة وكت يقطع اصبعه بنفسه، ويقدم الاصبع المقطوع للرئيس عشان يسامحه. وهم بيشوفوا انه هذا العقاب الوحشي بيليق جدا برجال العصابات، انه اذا فقد اصبع الخنصر هنا بتضعف قدرته على انه يمسك سيف الساموراي اللي يستخدموه افراد العصابة للقتال، ولما اي واحد فيهم يصير ما يقدر يدافع عن نفسه يمسك السيف، هنا يضطر انه يطلب الحمايه من اصحابه اللي من نفس العصابه، ودي لحالها كميه ذل واذلال غير طبيعيه لما تكون محتاج احد غيرك يدافع عنك. وهنا تكون العصابه قدرت انها تضمن ولاء كل افرادها وتمنع الاخطاء قدر المستطاع. تخيل انه كوكب اليابان في تقريبا 21 عصابه ومنظمه، واكبر عصابه فيها بيوصل عددهم ل 53,000 عضو، واصغر عصابه فيهم يعني يدومها عصابه صغيره ابو كلب، عدد افراد العصابه بيكون 23,000 عضو مع كل
كل هذه الأعداد الضخمة لكل عصابة، الغريب أنهم منظمين وبيتبعوا نظام هيكلي معين عشان يحافظوا على أعضاء العصابة ويحافظوا على استمرارية العصابة. وعلى قمة هذا الهرم يجي واحد اسمه الأويابون، هذا بيكون زعيم العشيرة والأب الروحي. اللي بعده السايكو كومن، وهذا المستشار، وهذا المستشار بيعتمد بدوره على فريق من المحامين والمحاسبين والسكرتارية. ويجي بعده في الدرجة الثالثة الواكاجاشيرا، وهذا والله ما أدري إذا كانت الأسامي صح ولا لا، وهذا يعتبر الوسيط اللي بينفذ أوامر العليا اللي هو الأويابون. وبعده في الدرجة الرابعة بيجي الشاتي جاشيرا، وهو اللي متحكم في كل اللي تحته من الأعضاء وزعماء العوائل. بتتفرع كل عائلة لعائلات أصغر، وكل عائلة لها حدودها وتخصصها وسيطرتها ومنطقتها المعينة. وبيستمر هذا الهرم في النزول إلينا العصابات الصغيرة اللي بيسموها بالأطفال أو الأولاد. بتقول بعض الإحصائيات إنه الدخل السنوي للعمليات الإجرامية بيتعدى 100 مليار دولار، لكن مع الوقت بدأت الحكومة اليابانية إنها تضيق عليهم جدا. ترى على فكرة ما بقول هذه الهروج وهذه القصص عشان أباكم تقتدوا فيهم مثلا، لا أهجد أنت وياه، ترى أنا أقول لكم هذه الهروج من باب الأساطير اللي انذكرت عنهم، من باب العلم بالشيء، ومن باب إنك تروح تقلد وتسوي. فأهجد أنت وياه، لا تقول لي تحت والله حمستني أروح أسوي زيهم. يا هجود، لأنه استنى ما خفي كان أعظم، استنى قدام شو بقول لك. مع الوقت بدأت الحكومة اليابانية تضيق عليهم جدا، ومع كثرة مطاردات الحكومة اليابانية للعصابة صارت تمسكهم واحد ورا الثاني. هنا بدأ يقل عدد أفراد العصابة إلين صار عددهم في 2017 34,000 عضو، من 100,000 عضو تقريبا صار باقي بس 34,000. ودخلت المنظمة فلوس كثيرة جدا 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 بسبب عملياتهم الكثيرة والغير قانونية داخل اليابان وبراها. وأكثر شيء تحاول تسوي العصابة أنهم يكسبوا حب الناس، مع أنهم يعتبروا منبوذين من كل المجتمع في اليابان، أما نشاطاتهم فحدث ولا حرج، كل شيء زائد 18 شغالين فيه. ومو كلهم يشتغلوا في نفس النشاط، مو يعني مو كل العصابات يلا اوكي كلنا اسلحه كلنا مخدرات، لا يا حبيبي، منظمين اقول لك منظمين الف، كل عائله معينه في مدينه معينه شغاله في نشاط معين، بيشتغلوا في مجال اداره الاعمال وفي عائلات تانية متخصصة في المخدرات، ومنهم في تجارة الأسلحة الممنوعة حسب القانون الياباني. يعني لكل عائلة نشاط معين، وفي اللي شغلتهم بس القتل وعمليات الاغتيال. والعوائل اللي يكونوا من القتلة بيختاروا الرجال اللي قلبهم قاسي جدا وما في أي رحمة وما يتردد أبدا أن يسوي أي شيء، حتى لو كان طفل قدامه وقالوا له أقتله حيقتله. أي شخص من الياكوزا يعتبر وحش ومو آدمي، لأنه ما يعرف شيء اسمه الرحمة. طبعا هذه العصابات مو مخصصة للرجال بس، حتى الحريم بيشتغلوا معاهم في مجال الدعارة والتجسس وابتزاز أصحاب الشركات الكبيرة، وحتى الحرمة بيسووا لها وشم على كل جسمها، وكل ما زاد الوشم سواد وألوان يكون صاحبه مدرك ورهيب وشرير ولهيبة في العصابة. وفي كمان زعماء عصابات ياكوزا حريم. تخيلوا أنه عدد أفراد عصابات الياكوزا بيتعدى عدد أفراد الشرطة اليابانية نفسها، يعني هم أكثر من أفراد وزارة الداخلية عندهم، وهذا اللي خلى الشرطة في حالة رعب كبيرة من الياكوزا. وغير كذا عددهم كان بيزيد كل سنة، وبتزيد سلطتهم ونفوذهم، وبتمتد أعمال الياكوزا إلى عالم الصناعة والأعمال، كل شيء شغالين ودايسين. سنة 1980 اغتالوا مدير واحدة من البنوك الكبيرة في اليابان، وكانت كل الأدلة بتقول إنه الضحية كان له علاقة بعصابة الياكوزا. ومن أعمال الياكوزا إنها بتجند عملاء عشان يشتروا لها أسهم في الشركات الكبيرة، وبتستخدم كمان شبكات من الرجال والحريم عشان يجمعوا لهم معلومات عن السياسيين ورؤساء الشركات الكبيرة وبتزوهم فيها عشان يزيدوا أرباحهم. شوف عندي لك مقطع الفيديو الفلاني، تدفع نسوي ديليت، ما تدفع شير ننشر في كل مكان، وهذا كله عشان ينشر الرعب بين الناس، وما يقدر وقتها أي واحد إنه يتحداهم. وطبعا عمليات الياكوزا ما وقفت على اليابان بس، وصلت إلين شرق آسيا وأوروبا وأمريكا، وهذه الشبكة الواسعة من الأعمال الإجرامية والأنشطة الغير قانونية خلت الناس كلها تخاف منها. بس لو جت سيرة العصابة في اليابان بتلاقي الركب كلها تتخبط في بعضها وبتترجف الشفاف من الخوف. هنا عرفت الحكومة أنه أي تصادم مع الياكوزا حيوصلهم لطريق نهايته بشعة جدا، زي ما سوى التشابو. مو بس كذا، حتى الأمريكان لما احتلوا اليابان بعد الحرب العالمية الثانية عرفوا قوة وسلطة مافيا الياكوزا الكبيرة في المجتمع الياباني، لكن ذي العصابة ما قدرت تستمر على حسب بعض الأخبار، وأنه بسبب تضييق الحكومة على هذه المنظمة انهارت بشكل كبير، وصارت في السنوات الأخيرة ضعيفة جدا، وخسرت تقريبا نص قوتها، لأنها شافت أن الحكومة مو راضية تسيب لهم الحبل على الغارب ومترصدة لهم في كل أعمالهم وأنشطتهم، فقررت أنها تستسلم الحكومة مؤقتا، مو سلموا نفسهم لا، بس يبطلوا الأعمال الإجرامية والغير قانونية ويحولوا نشاطاتهم لنشاطات قانونية، زي مثلا الاستثمار في الشركات الكبيرة عشان تقدر تفك نفسها من الحكومة. لكن أنا بالنسبة لي أعتقد أن هذه خطة منهم عشان يبعدوا النظر عنهم لفترة محدودة من الزمن، ممكن تكون قصيرة ممكن تكون طويلة، إنه تاريخ هذه المنظمة مستحيل انهم يسيبوه يروح كذا منهم في يوم وليلة هباء منثورة وخلاص كأنه ما في شيء واحنا انتهينا والعصابة انتهت واحنا قفلنا خلاص ما عاد في عصابة قفلنا، لا يا حبيبي مستحيل. هم ببالهم احنا ناخذ دحين بريك ونرجع وقت ما نقوى. طبعا الحكومة اليابانية تحاربهم بكل الطرق وفي العلن، لأن وجود هذه العصابة خلاص ما عاد صار سر، خاصة انهم يبغوا يحولوا كل فلوسهم المشبوهة لفلوس شرعية، وزي ما قلت اول عن طريق الاستثمارات الكبيرة والترفيه. الغريب في الموضوع ذا كله ان الحكومة عندها مواقع وعناوين هذه العصابات، يعني ما هم مندسين ولا هم متخبين، واضحين وضوح الشيء
الشمس. والعصابات هذه عندها مباني ومقرات رسميه وفي العلن، يعني تبغى عائله فلان بن فلان من العصابه الفلانيه مبناهم كذا كذا، لهم ابراج ولهم مباني زي كانهم شركات ومؤسسات عاديه، الناس بتروح وبتطلب منهم خدمات وبينفذوا لهم. يعني مو زي باقي العصابات اللي في العالم المتخبين، لا هذول واضحين احنا عصابه وهذا مقرنا. واخر تحديث لهم لما طلبوا من الحكومه انهم يساعدوهم في هرجه فيروس كورونا، بس الحكومه رفضت تماما مساعدتهم. وللامانه انا اتوقع انه حاميها حراميها، مستحيل يكون عصابه بهذا الثقل وهذه الميزانيه اللي معاهم ميزانيه دول وما يكون في تزبيط. ورغم وجود كل هذه العصابات تظل اليابان بلد امن بشكل عام ومتطور علميا وتقنيا وتكنولوجيا. انه كوكب اليابان يا ساده، في كل شيء، عصابات تلاقي، تقنية تلاقي، تكنولوجيا تلاقي، تطور تلاقي، ناس ما يناموا تلاقي، كل شيء فيه. وفي النهاية لكل العصابات اللي زي كذا ورب تخسوا وتعقبوا، والفلوس دي كلها بتسبقكم لجهنم إن شاء الله. أصلا كفار ما عندكم دين، عشان كذا استحلتوا كل شيء حرم الله. وبكذا انتهى من هرجتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وربط متجر دايموند اس تحت في صندوق الوصف، وفعل جرس التنبيهات، وأهم شيء صلى على الحبيب قلبك يطيب، وفوان الله.